الصيف على الأبواب زي ما كنا بنتكلم أنا ورندا قبل شوية، وأغلب الناس حاليا بيخططوا لأجازاتهم الصيفية، بس مع انتشار الأمراض والفيروسات الوبائية للأسف هل هناك ما يدعو للخوف؟ خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع نتكلم ده الموضوع. أسابيع قليلة تفصلنا عن إجازة الصيف، من الآن الأغلبية يفكر في إيش رح نشتري للصيف وين رح نروح وهل تختار مكان ساحلي أم سياحي، أوروبا، أمريكا، الخليج أو مصر، يمكن شرق آسيا. لا 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 لا، هنا لازم نوقف. كلنا بنوقف ونفكر مع انتشار فيروس كورونا الجديد وفيروسات أخرى هل بيكون السفر آمن وين نروح؟ إذ نصحت وأعلنت وحذرت العديد من الجهات الحكومية في عدد من الدول بعدم السفر الغير ضروري إلى أي منطقة من مناطق الصين لدواعي صحية، ولأننا نعيش في عصر السفر لا يمكن الامتناع التام عن السفر، ولكن أكيد من الممكن جدا توخي الحذر والحيطة. فكيف نتوخى الحذر بشكل طبي صحيح يحمينا من الأمراض والفيروسات المنتشرة؟ عشان نتكلم في هذا الموضوع أكثر أكيد أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور فرحان مطلق ألانزي استشاري طب الأسرة والمجتمع. أهلا وسهلا فيك دكتور فرحان. أهلا فيك، نورتنا من جديد. الله يسعدك. يعني يمكن في تخوفات كثير الحين من الناس إنه فين نروح، إيش نسوي، نسافر ما نسافر، نطلب أونلاين ما نطلب أونلاين، في كثير من هذه الأمور اللي بتشغل بال الكثيرين، وفعلا الناس هذه المرة متخوفة من انتشار هذا الوباء. إيش هي نقطة الأمان؟ كيف أنا أقول يا جماعة طمنوا بالكم وخلونا نتوكل على الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الموضوع هذا أخذ حيز كبير من الإعلام، وأنا الصراحة لي الشرف أني أكون موجود معكم أتكلم عنه. نورتنا. الإعلام العالمي والإعلام الصيني بالذات صراحة نجح أنه يصدر المشكلة للعالم كله. هي المشكلة في الصين، لم تغادر الصين، لم تعلن أي فاشية في أي أو متفشية في أي دولة من دول العالم حتى الآن. اللي صار إحنا في الخليج العربي خلنا نقول أعلن في دبي عن 4 حالات، بعدين أعلن عن حالة خامسة. صحيح. هذول اللي كانوا confirmed، الناس اللي كانوا يعني احتكوا فيهم في هذول المجموعة في الطيارة ما أعلن عن شيء، يعني ما نعرف التدابير اللي تسوت عشانهم. لكن الحمد لله أنه في الأخير الآن توقفت الرحلات، يعني الخطوط السعودية قريبا أعلنت أنه ما عاد في رحلات للصين من وإلى غوانزو الصين، وكثير دول قاعدة تعلن نفس الشيء، يعني تقريبا الصين عزلت الآن عن كدولة. الجميل يعني الجيد في هذا المتفشية أنه صحيح أنه الأرقام بتزيد، لكن حدة الصعود في الزيادة بدأت تتهدي شوية. يعني هذا يدل أنه يمكن نوصل البلاتو اللي هي أنه ما في زيادة في الحالات، بعدين تبدأ تقل تدريجيا، وهذه علامة جيدة. الإعلام صراحة يعني ما أعرف إذا كان دوره إيجابي في الموضوع أو سلبي، لكن كل الناس في أعتقد عرفوا عن المشكلة، كل الناس راحوا يبحثون ويقرون، وصار في ناس تفتي كثير حكاية البضائع هذه والطلب أونلاين، وفي ناس الشحنات حقتهم وصلت ما راحوا يستلمونها. وكثير تجيني أسئلة على الواتساب أقارب وأصدقاء، نروح ولا ما نروح، نستلم أغراضنا ولا ما استلمنا. طبعا الفيروس ما يعيش برا جسم الإنسان، يمكن ما يوصل 24 ساعة أو بحدود 24 ساعة. الشبمنت اللي تطلبها من الصين في الغالب تقعد 6 أيام عشان توصلك. صحيح. أو يمكن أكثر. صح. فما في أي خطورة. السفر لدول الخليج، يعني دول الخليج آمنة جدا. الحالات اللي سجلت في دبي هي حالات جاية من الصين وتم عزلها، ما تفشى. كان في احتكاك ما بين هذه الحالات وحالات مصابة، أم لأن هذه الحالات اللي جاية من الصين كانت بس على رحلة صينية؟ احنا برضو نعرف يمكن دور الاعلام انت بتتكلم فيه وبنقول هل هو ايجابي او سلبي. صحيح. ولكن برضو الاعلام حابب انه هو يستوضح عشان يوضح للناس. صحيح. الحالات طبعا ما عندنا تفاصيل ايش اللي حصل بالضبط. اللي يصير في المطارات هو سكرينينج، فحص عام، اي واحد عنده اعراض زكام، عنده حراره، يدخل العزل ويتسوى له، تؤخذ منه العينات من الانف وترسل
للمختبر الوطني. المختبر الوطني إذا رد بالإيجاب يكملون العزل، إذا كانت سلبية العينات خلاص يطلعون ويدخلون دبي بأمان، سواء نعم. دبي أو غيرها من الدول. نعم. اللي صار أن هذول الناس كان عندهم أعراض وأعلنوا أنه في اشتباه، طبعا كل المطارات تعلن في اشتباه، الاشتباه يعني ما يوقف أبدا. نعم. أي حالة suspected تدخل في العزل وتسوى لهم العينات، إذا تم إثباتها تعلم. احنا في السعودية ما عندنا ولا حالة الحمد لله، ما وصلنا طبعا. أي كل الحالات اللي جت من الصين تسوى لها سكرينينج، بالإضافة إلى أولادنا اللي كانوا يدرسون في الصين تم نعم. تم عزلهم، وفي الأخير الآن صار وقت العزل الكارنتين تحدد 14 يوم، هي فترة حضانة الفيروس في الجسم. نعم جميل. طيب دكتور، لو أبغى أسألك الآن، احنا يعني صيف والناس جالسة والناس أصلا مجهزة السفر، أيوة ومجهزة تذاكرها ومجهزة كل شيء، إيش نصايحك لهم بالسفر؟ السفر لغير سواء عن اللي مسافرين أو اللي يبغون يرجعون. نعم، اللي مسافرين أو حاجزين من الآن إلى غير الصين ما عندهم أي مشكلة، السفر طبيعي جدا. لم تعلن أي دولة أخرى غير الصين عن تفشي المرض ووجود وباء أو أوت بريك يتزايد. الدول اللي تسجل فيها حالات كلها كانت قادمة من الصين. هذا معناته أن المشكلة في الصين ويجب أن لا تغادر الصين. نعم. من هنا إلى أن يأتي الصيف قد يتغير الحال. إذا تم الإعلان مثلا، خلنا نضرب مثل، مثلا تم الإعلان عن تفشي المشكلة في ماليزيا مثلا، هنا لا يتغير الحال، تصير ماليزيا دولة غير آمنة، السفر لها غير آمن. لكن طالما لم يعلن عن تفشي الفيروس في أي دولة أخرى غير الصين، تظل الصين هي مكمن المشكلة والخطورة. نعم. يمكن دكتور كثير من الأشخاص كمان مستعدين على أنهم يسافروا الصين. نعم. سواء كان رحلات عمل اضطرارية وما إلى ذلك، يعني ما أحس أنه في أشخاص مسافرين دحين يبغوا يصيفوا في الصين بحكم خطورة الموقف، ولكن المضطر الآن بإيش تنصحه؟ هيروح مش هيرجع؟ طبعا لا، ما في حاجة اسمها مضطر. كل الناس، الطلاب وقفت الحكومة دراستهم وأرسلت لهم طيارة خاصة وجابتهم من هناك. الناس اللي بيعملون تجارة ويسوون بزنس صحيح. في الصين ورايحين راجعين، الفترة هذه أبدا ما هي فترة آمنة. رغم أنه الوفيات، طبعا إحنا الوفيات تقريبا حوالي 2.5% من عدد المصابين. هذه الإحصائيات أكيد. نعم، هذه الإحصائية، أنا يعني آخر إحصائية كانت اليوم قبل، أنا طلعت عليها قبل 8 ساعات يمكن. جميل. الساعة 8 الصباح كان حوالي 430 حالة اللي الوفيات. التوتال نمبر الناس اللي أصيبوا 20,000، المشتبه فيهم تقريبا حوالي 25,000. الرقم الوفيات مقابل عدد المصابين يعتبر ضئيل جدا. الحمد لله. 2.5 يعتبر رقم. فالرعب اللي حصل للموضوع، الحالات اللي تشافت كثير، أغلب الحالات كانت حالات إنفلونزا عادية، زكام عادي وتشافوا منه. نعم. جميل. طيب إذا أبغى أسألك، ليه يسافرون؟ يعني الآن حنا بوقت مرة خطر، فليش تنحد على السفر حتى لو أنه كان صيف؟ هل ممكن أنه أنا يعني أستبدل أي أماكن، حتى لو أنا مثلا أبغى أسترخي، أبغى أريح أعصابي؟ أتوقع بالمملكة صار في عندنا أشياء مرة كثير، فليش أضطر أنه أنا أسافر بما أنه الآن وقت مش أمان نهائي؟ هو إحنا لما نتكلم طبيا يعني نقدر نقول أنه في أمان لكل الدول غير الصين، لكن بشكل عام في أشياء كثيرة تغيرت في بلدنا. طبعا ما حتكلم عن السياحة في البلد، مش دوري أنا، لكن الخيارات صارت موجودة. فأعتقد من الحكمة السنة هذه الواحد يعيد التفكير، يعني رغم أنه أي طبيا ما في أي مانع أنه يسافر الواحد لأي دولة من دول العالم غير الصين. ومن هنا إلى الصيف يمكن يتغير الوضع في الصين وتنتهي المتفشية هذه ويصبح السفر هناك آمن. جميل. حتى البعثات الدبلوماسية تم تقليصها، ترى على حسب معلوماتي أنه في الصين تم تقليص البعثة الدبلوماسية إلى الحد الأدنى الممكن. فكل التدابير صارت واضحة أنه الصين بلد غير آمن السفر لها في هذه الفترة حتى يعلن غير ذلك. جميل. عندك تجارة، عندك عمل، كل هذا يتأجل. كل شيء يتأجل، حتى السفر يتأجل. طيب دكتور، احنا بناخذك معنا، عملنا استطلاع للرأي طبعا بين الناس عن تخوفهم من السفر وإيش هي طبعا أكثر مخاوفهم. خلينا نشوف الاستطلاع، أكيد راجعين.
ما اتوقع انه في خوف من السفر بشكل عام، طالما انك ماخذ الوقايات ماخذ الوقايه من المرض. اشوف دوله تكون ما فيها فيروسات زي ما الحين في الصين، اتجنى من نروح الصين اكيد، لكن مو دول شرق اسيا، نغير يعني الوجهه في نفس الوقت، يعني اكتفي بالسياحه الداخليه. والله لا، الحمد لله ما في اي تخوف، يعني الواحد بيطلع اجازته وين ما كان، سواء بيطلع فرنسا او دوله ثانيه، او يعني بيطلع على دوله انه بتعتني بهيك امراض وهيك، يعني بحيث انه ما يكون في خوف، عرفت؟ في عندها مضادات لهيك اشياء، في عندها كذا، عرفت؟ اكيد اني باخذ اللي معقمات وبسوي فحص قبل ما اني اروح وبعد ما ارجع. يعني اكيد في مطارات ارشادات وفيه دكاتره اطباء اتبع ارشادات، واكيد في كمام وفيه. احمي نفسي باتباع التعليمات، اللي هي ابتعد عن الاماكن الموبوءه، احاول احافظ على النظافه، على الاماكن السليمه، هي هذه الوقايه، بالاضافه للغذاء الصحي هو وقايه. الاكل الصحي والمطاعم المعروفه، ويكون اكل البيت افضل من اكل الخارج. لا ابدا، بس لازم يعني الواحد يكون عارف وين يروح وين يجي، ما يطلع اي مكان، يعني مكان مشكوك فيه، يعني يطلع لمكان يكون بعيد عن الشبهات بالامراض هاي، يكون اكثر يعني فيه تقنيه اكثر للعلاج. جميل الحرص اللي شفناه والوعي اللي عند الناس انه هم من جد حابين يلتزموا بالامور الوقائيه اللي تقيهم من هذا الفيروس بشكل عام، سواء كانوا داخل المملكه او خارجها. ولكن خلونا نسال الدكتور هنا سؤال مهم، لانه انت تكلمت دكتور عن اشخاص كانوا مصابين بالانفلونزا وحالات وشفيت من الحالات اللي كانت مصابه بفيروس الكورونا. معناته هل وجد مصل؟ هل وجد عقار معين تم مثلا بالضبط يخفف من الاعراض او يساعد من جد الحالات على الاستشفاء؟ طبعا هو تم الاعلان في الصين عن اكتشاف فائده لبعض ادويه الاتش اي في الايدز في حالات الكورونا الجديده هذه. نعم. هل استخدم الانتي فايروس، مضادات الفيروسات القديمه اللي نعرفها زي تامي فلو مثلا ومثيلاته؟ لكن المعروف انه هذه الفيروسز كلها كل الفيروسات هذه سيلف ليميتنج، يعني المناعه نفسها تقدر تتغلب عليها. اذا جينا قلنا ان الوفيات 2.5%، يعني الباقي اللي هم 97.5% من المصابين كلهم تعافوا. يعني كلهم هذول اللي ما توفى اكيد تعافى يعني. طب اللي توفى، انا يعني انا استفساري من هنا، ايش ممكن يكون فيه في الجسم؟ انت قلت المناعة داخلية، يعني الجسم يقدر يحارب هذا المرض أو هذا الفيروس، إيش ممكن يكون فيه في الجسم حاجة بتمنعه عن قدرته أو ما يقدر الجسم يحارب هذا الفيروس؟ صحيح، أغلب الحالات الوفيات اللي حصلت كان عندهم شيء نسميه إحنا في الطب كوموربيديتي، يعني وجود مرض مزمن آخر. يعني مثلا واحد مريض سكر والسكر مو متحكم فيه بشكل جيد، وبالصدفة جاءته الكورونا هذه. هذول الناس هم اللي حتكون حالتهم صعبه، والتعامل معاهم يكون مره يعني في المستشفيات تكون هاي الارت كيسز، يعني حالات ذات خطوره عاليه، وندخلهم في عنايه مركزه ونهتم فيهم مره كثير. اللي عندهم فشل كلوي، اللي عندهم سكر غير متحكم فيه، اللي عندهم مشاكل صدريه سابقه، الانسداد الرئوي المزمن، الربو، هذول وامراض القلب المزمنه، هذول الناس لو اصيبوا بالفيروس في خطوره عاليه، فلازم يحتاطوا اكثر. بالضبط، هذول الناس نهتم فيهم اكثر، نعطيهم التطعيمات، نحاول قدر الاستطاعه نسوي كل البريكوشنز او الاحتياطات اللي تمنع انتقال العدوى لهم. جميل، يعني هي يعني ممكن تكون اكثر خطر على الناس اللي عندهم امراض مزمنه. بالضبط، هذه عرفناها، لكن الان انا ابغى اسافر، ابغى اخذ احتياطاتي، هل ممكن انه مثلا الكمامة، معقم اليدين، الأشياء هذه اللي ممكن أنه أنا أستخدمها وأنا مسافرة؟ طبعا هو أغلب الاحتكاك في الناس اللي عندهم أو احتمالية الاحتكاك بشخص مصاب أو مريض تكون غالبا في المطارات أكثر شيء. اللقاء في صالات الانتظار،
السوق الحرة، المطاعم، الكافتيريات اللي موجودة في المطارات. لما يدخل هذا الواحد الأماكن هذه يكون مرة حريص بغسل اليدين أو استخدام المعقم، حتى لو مو مسافر الصين يعني في كل المطارات الدولية. طبعا أنا قبل فترة جوني مريثتين كانوا جالسين في صالة انتظار، بجنبهم مجموعة ناس ما يدرون هم صينيين يابانيين، شكلهم أسيويين. فكان طريفة الحالة، جو صار عندهم بالصدفة، نزلوا الرياض وصار عندهم زكام، جو على طول ركض المستشفى، فكانوا خايفين إنه هذول الصينيين هم اللي جابوا لنا المشكلة. طب طمنا عليهم. لا طلع ما عندهم. الحمد لله كويسين. الاحتكاك في الصينيين أو في غيرهم في الأماكن هذه يعرض الواحد لأنه يصاب، سواء كان بالكورونا الجديد أو حتى الأمراض السابقة، السارس والكورونا القديم ما زال موجود، H1N1 هذه إنفلونزا الخنازير ما زالت موجودة، إنفلونزا الطيور ما زالت موجودة. هذه كل الاحتمالات ممكن يجيبها الواحد من المطارات. فالمطارات بشكل عام لازم الواحد يكون حريص. نعم يكون حريص، وبالذات أنه في الآن متفشية. طبعا الآن خلاص انعزلت، لكن كان في خطورة قبل مثلا قبل أسبوعين من الآن، كانوا الصينيين يصرحون يمرحون يسافرون في أي مكان يعني. أي فكان الاحتكاك فيهم ممكن، ونقل العدوى كان وارد جدا. ويا دكتور هم ما شاء الله مرة كثيرين. هذا اللي خلى الموضوع أيوة هذا اللي خلى الموضوع نعم الكثافة أصلاً. يعني كانوا في يقولون إحصائية سريعة، كانوا يقولون المريض كورونا لو يطلع من بيته يبغى يروح يتعالج في المستشفى في طريقة ممكن يحتك بأكثر من 500 شخص بس في المترو يعني. ممكن يعديلك 500 شخص، وكل واحد من 500 يعديله 500، في نهاية النهار نوصل 1000 يعني. الشيء بيكون يمكن الصحة بشكل عام سواء كانت في الصين أو في غير دولة تانية ما هتقدر تستحوذ أو ما هتقدر مثلا أن هي تلم الموضوع وتتحكم فيه بحكم العدد. كمان اسمح لي أسألك آخر سؤال دكتور، كمان الحيوانات، بالنسبة للحيوانات الناقلة والمعدية للمرض زي ما كنا نتكلم قبل كذا عن الخفافيش، الثعابين، هذه الحيوانات كلها، هل زيارة الحيوانات أو هل الأشخاص اللي متواجد عندهم حيوانات في المنازل في خطر؟ لا، طالما لم تنتقل الأمراض، ما تسجل أمراض انتقلت من الحيوانات عندنا في بلدنا، ما أعتقد أنهم في خطورة. اللي عنده، اللي متبني مثلا قطة في البيت أو متبني كلب أو أي نوع من أنواع البيتس الحيوانات الأليفة، ما في أي خطورة. حتى في الصين ما عرفوا يثبتون أنها تنتقل من الباتس اللي هي الخفافيش. في شكوك لكنها ما زالت تظل شكوك، يعني ما أثبت هالشيء، وجلسوا فترة طويلة ما هم عارفين هي تنتقل من الحيوان للإنسان، من الإنسان للإنسان. ثبت أنها تنتقل من الإنسان للإنسان أكيد، يعني مصدرها الرئيسي من فين جت لسه ما حدد. مو زي مثلا عندنا لما صار عندنا كورونا في السعودية، جلسنا فترة على ما عرفنا أن الهوست هو الجمل. هذه بس كان قبل الجمل برضو خفاش، وعشان نثبتها قالوا اتهم الخفاش، لكن اللي أثبت بال موجود في كل مكان. ما عندنا خفافيش أصلاً. أوكي. ما عندنا يعني على الأقل أنا ما قد شفت خفافيش في السعودية يعني. موجود في الكهوف. أوكي ممكن. فهذه طريقة لما نجي نعطي نصيحة لازم يكون عندنا إثبات يعني. جميل، يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا لك، شكرا لنصايحك الكثير اليوم، وشكرا لتوضيحك، يعطيك ألف عافية. الله يخليك، تشرفت فيكم. أهلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. تشاهدون